بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، انطلق بحفظ الله ورعايته تاسع الأشواط، وهو الشوط الأول لفئة الحقائق القعدان من مسافة الكيلوين، وهنالك كأس مقدم من السيد مجدل بن عواض العتيبي للفائز بالمركز الأول. إذن الكيلوين مشاهدينا متابعينا في كل مكان هي المسافة التي تحتضن هذه الشعارات اللامعة والمتميزة المشاركة بهذا الشوط بسن الصغار وسن المستقبل. أجيال المستقبل هي التي تتنافس بهذه اللحظات. الصدارة هنالك مع شاهين سالم بن فهيد بن كاظم المري على أول المراكز، ولكن من غير جبار للسيد عبد الله بن طلال العجمي إذا صح الكلام. شعار سيد طالب بن كنعان المري بهذه اللحظات مشاهدينا مع عز الجيش التي يتواصل مشاهدينا متابعينا مع اول المنطلقين. المركز الثاني البالوم سالم بن فهيد بن كاظم المري، المركز الثالث هنالك ظبيان زيد بن سالم بن دلوان المري، ورابع المنطلقين هنالك رياض عبد الشويمي بن ناصر الهاجري مع رابع المراكز. المركز الخامس التواصل مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع شعار سيد مبارك لطيب العجمي مع نادر بهذه اللحظات مع خامس المراكز. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان اعود مع الصدارة والقوة والتحدي والإثارة. هنالك عز الجيش هو القائد لزمام الامور، طالب بن كنعان المري مع اول المراكز. المركز الثاني هنالك البالون مشاهدينا متابعينا في كل مكان للسيد سالم بن فهيد بن كاظم المري. رياض يصل ثالثا مع شعار شويمي بن ناصر الهاجري، ورابع المراكز هنالك ظبيان زيد بن سالم بن دلوان المري مع رابع المنطلقين. المركز الخامس هنالك النادر للسيد مبارك لطيب العجمي بانطلاقته المتميزة مع خامس المراكز. نعود مع الصدارة والكأس بالانتظار يا مضمرين. عز الجيش ما زال قائدا، ما زال متربع على صدارة الشوط. طالب بن كنعان المري، ولكن البالوم للسيد سالم بن فهيد بن كاظم المري ايضا متواجد مع المركز الثاني بالثنائية المتميزة والكأس. الكأس بالانتظار، الكأس المقدم من السيد مجد بن عواض العتيبي ينتظر الفائز بالمركز الاول. اذن البالوم وعز الجيش سالم بن فهيد بن كاظم المري وطالب بن كنعان المري ايضا متواجدين بموقع المنافسة والتحدي والإثارة. اذن البالوم، البالوم ينتزع الصدارة بهذه اللحظات. اذا تهانينا والف مبروك للسيد سالم بن فهيد بن كاظم المري على فوز البالوم بناموس هذا الشوط والكاس المقدم من السيد مجد بن عواض العتيبي. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني عز الجيش طالب بن كنعان المري، المركز الثالث رياض شويمي بن ناصر الهاجر، المركز الرابع العفار للسيد مجد بن عواض العتيبي. وبقية المراكز اتركها الى لجنة الخط والتحكيم. اذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان تهانينا والف مبروك لسالم بن فهيد بن كاظم المري على فوز البالون بناموس هذا الشوط، واستودعكم الله مع الشوط القادم.